حبيبك. قول الو كده. الو. ايوه يا شمس. يو كابتن علي. علي ابو جريشه حبيبي. كابتن علي. يا درش وحشني يا كابتن. والله انت اكتر والله وحياه ربنا. وحشني. انا ما قالوا لي بقى كابتن مصطفى عبده وكابتن هشام، ما اقدرش اقول لا. ربنا يسعدك والله يعينك في المهمه اللي انت فيها. اه والله يا درش المشاكل كتيره، بس ربنا موجود ان شاء الله. طب احكي لي بقى حكايه شمس دي جت منين؟ شمس؟ ايوه والله انت اللي فاكر، بس احنا من زمان احنا قلنا على شمس. حد كان بيناديله مش قادر ينطق الاسم فقال شمس، فمسكت فينا كلمه شمس دي. هقول لك مين كان المدرب بتاعنا في المنتخب. بابي. وما كانش بيعرف يقول هشام، كان بيقول شمس. ايوه بابي. ايوه مش عارف يقول هشام. ومن يوميها وعلي ما بيندهليش الا شمس. شمس. طب واخبارك مع كابتن جندي ايه؟ هشام ده شخصيه جميله، معاك شخصيه جميله النهارده يعني. هشام جميل طبعا. والله وكانت فتره المنتخب برضو كنا مع الله يرحمه طبعا كابتن حسن مختار، كانوا حبايب الاثنين. كابتن جندي. طبعا. كابتن جندي انت فاكر يا كابتن لما حسن علي واحنا في المعسكر بتاع المنتخب عمل لنا عزومه عكاوي وكوارع؟ ايوه. وقاعدين في الحته الضلمه بالليل دي بناكلها، فجه كابتن جندي فقعد جنبه فاروق جعفر، عارف فاروق في الاكل يعني ضعيف شويه. فمسك الشوكه يوم حاططها في الصينيه بتاعت البطاطس مطلع عكاوي. كابتن جندي يحط الشوكه يطلع بطاطس. الكلام ده حصل كام؟ 3 مرات وانا قاعد جنب الكابتن جندي. فقام قايل لفاروق جعفر ايه؟ يا فاروق. قال له نعم يا كابتن. قال له اديني النضاره بتاعت العكاوي مش بتاعت البطاطس. كان الناس دي كانت قفشات جميله مع الله يرحمه كابتن جندي يا رب. والله ده كانت قفشات، والمعسكرات كانت يعني كانت بتعتبر يعني فرحه لينا، لان بنتقابل ونبقى قاعدين في جو كله جميل الحقيقه. ايه العلاقه اللي كانت بتربط بينك وبين الكابتن هشام؟ هشام حبيبي طبعا، وهشام احنا اعضاء يعني انا عضو في اليوبلس، وهو راجل يعني اتولد في نادي اليوبلس، وفي نفس الوقت يعني هشام الجيل بتاعي تقريبا، يعني احنا لعبنا مع بعض 65 66 ده الموسم يمكن بيتهيألي يمكن هو حتى هشام صح، لكن في الطيران هشام كان في الطيران الاول مظبوط. وبعد كده راح طبعا الزمالك، وطبعا في الفترة دي كان منتخب مصر يعني، فكنا مع بعض على طول سواء كان بنتقابل في المعسكرات او في الماتشات او كده، فكانت صحبة هشام الحقيقة صحبة جميلة. وهشام ادى انطباع يعني مغاير قوي لاوقات حراس المرمى، كنا بنقول دايما زمان حراس المرمى ضاربين شوية. ايوه مش عارف ايه. مجانين. كنوبصر حتى زمان يقول لي طبعا لازم يكونوا كده، بقول له ليه؟ قال لي لان اللاعب منفرد بيه وهو بيشوط بيحط دماغه معاه، فمفيش حد عاقل يعمل كده. فالمهم ايه، هشام لما جه طبعا لا ادانا انطباع تاني، الذكاء بقى، وكان بيتعامل بالذكاء اكتر منه بيتعامل مثلا بايده او كده، لا يعني بيعرف يختار المواقع الصح، التوقيع التوقع الصح، ولذلك هو ما كانش يترمي كتير يعني. حراس المرمى اللي على مستوى تلاقيه ما يرمطش نفسه كتير او يترمي كتير، ليه؟ لانه هو بيبقى عنده حسن توقع، ويبقى عنده بيشتغل بعقله اكتر منه بجسمه، وبيقرا المهاجم اللي قدامه، يعني عنده حاجات كتيره الحقيقه. هشام يعني كان من ابرز الحراس في الفتره دي. كابتن علي يمكن فرصه وانت موجود معانا على شاشه قناه النادي الاهلي، عاوزين نقول لكل جماهير الكره المصريه على التعصب اللي بيحصل دلوقتي بين الاهلي والزمالك والاسماعيلي والكلام ده كله. والله انا حزين قوي، لانه معايا مش ممكن الملاعب تتحول لساحات للبذاءات والكلام بقى والتجريح، مش ممكن يعني، مش ممكن. احنا علاقه اجمل من كده بكتير وارقى من كده بكتير، وعمرنا ما شفنا في الملاعب، وكابتن هشام يصدق على كلامي، عمرنا ما شفنا ملاعب الالفاظ دي. احنا دايما كنا يعني كابتن مصطفى نهائي ال 67 لما ماتش النهائي بتاع اللي ادى الدوري الاسماعيلي سنتها الاسماعيلي والاهلي ما حصلش فيه مشكله واحده، رغم ان الجمهور الملعب ما ساعش المكان، والجمهور نزل الملعب وحوالين الملعب مظبوط، رغم كل القصه دي ما حدش قدر يمس اي حد، كله خرج بسلام، وكانت اليوفط متعلقه، يا ريت تجيب الكلام ده، تلاقي يوفط شباب الاسماعيلي يرحب بشباب الاهلي،
جمهور الاسماعيلي يرحب بجمهور الاهلي، كل الكلام ده موجوده فين؟ في الماتش الفاصل والحاسم. ده مش كده بس يا كابتن علي، ده كان لو تبص مباراه الاسماعيلي في نهائي كاس افريقيا ماتش الانجلبير، ايوه شوف الملعب بقى، لا تقول لي لا اهلي ولا زمالك ولا مصر بتلعب، والمصري والاتحاد وكل الانديه كانت يومها بتمثل مصر. انا قلت لهم اسماعيلي ما كانش بيمثل الاسماعيلي، ده كان بيمثل مصر. دي حقيقه، كل انديه مصر كانت واقفه معانا. يا ريت الناس بتفهم، لان انا والله ببقى حزين من البزاءات اللي تبادل الشتايم وتبادل الالفاظ النابيه. الملاعب دي كان الناس بتاخد الاسر وتروح تتفرج، الراجل بياخد زوجته بياخد ولاده ويتفرج والجو جميل، وايه ده؟ ايه اللي جرى يعني؟ وبعدين يا سيدي المنافسه مطلوبه وكل حاجه مطلوبه، لكن مش ممكن يكون في بزاءات، مش ممكن يكون في الفاظ يعني بعيده عن الملاعب خالص. ما ده يعني كابتن علي، الناس تفهم ان العلاقه جميله بيننا وبين الاهلي، احنا كاشخاص وافراد وكده، احنا علاقه حلوه جدا مع النادي الاهلي. فيعني ما ينفعش ان نشوه الكلام ده كله بحاجات بقى بولاد مثلا غير مسؤوله، في تصرفات غير مسؤوله من الطرفين. نعم. يعني من بعض المتعصبين في الاهلي وبعض المتعصبين في الاسماعيلي. يعني لا، احنا عايزين يعني الكلام ده، ويا ريت يبقى في قرارات حاسمه بحيث انه اللي بيعمل كده ده ما يجيش المباريات، ما يخشش. ودليل على كلامك يا كابتن ان احنا اهو في قناه النادي الاهلي كابتن علي ابو جريشه بجلاله قدره، كابتن هشام عزمي ادي نجم الاسماعيلي وادي نجم الزمالك، طب في ايه تاني عاوزين اكتر من كده؟ عاوزين اكتر من كده ايه للجماهير؟ القله اللي هي بتخش بتعكنن على كل الناس كلها. بتهيألي يا علي انا متفق معاك، لازم الدنيا تعود تاني وروح رياضيه تعود، وبرده بعد اعلاميين معلش يعني يهدوا شويه، لانه برده بيشعلوا بعض الفتن وكده. لا انا معاك، يعني احنا لا احنا 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 يعني اعلى من كده واسمى من كده، ان احنا نحول الملاعب بقى لساحات للشتايم وتبادل الالفاظ. انا بتفق معاك كابتن يا علي، انا بتهيألي انا بشكرك على الكلام بس اللي انت قلته، واتفق معاك تماما ان لازم يبقى في دور اقوى للاداره الرياضيه، اداره اتحاد الكوره. يعني طبعا انا النهارده لازم العقوبات توقع فورا، ومفيش ما احنا بنلعب من غير جمهور، لا اي تلفظ يحصل في المدرجات يبقى على طول منع الجمهور حضور المباراه التاليه، يبقى الناس تعرف يعني ايه قدسيه الملعب واحترام نعم. الخصم واحترام المشجع الاخر. نمره نعم. اتنين، اي تجاوزات من اللعيبه، انا بصراحه مستغرب جدا لسلوكيات اللعيبه مع الحكام، عمري ما شفت دوله من الدول ان اي لعيب يجري ورا الحكم ويجري وراه عشان نشوف الفار، ولا عمرنا اجرينا ورا الحكم يا كابتن هشام. يا حبيبي كارت اصفر يطلع، كارت اصفر على طول يطلع، كارت احمر ايه المشكله؟ كارت اصفر وراه احمر لو هو تجاوز، نقرب منه. فين احترام الحكم؟ الحكام هي اللي بتدي لنفسها فرصه انها تتهز. ما مين اللي بيحمي الحكم؟ مفروض ان الاتحاد يبقى بيوجه الحكام، هو اساسي قراراته يقدر يحمي الحكم، هو اساسي. كارت اصفر يطلع، كارت احمر اما تطلع مره واحده هتلاقي اللعيب بينصاع. اللعيبه بتاعتنا ما بتلعب في دوري مثلا في الخليج، كابتن هشام، العقوبات لازم تبقى مشدده طبعا، ما يبقاش غايب ماتش وتاني ماتش يلعب. يعني يبقى ما عندناش حاجه، لازم تبقى مشدده ومغلظه اكيد النهارده بتعمل، وخصوصا لو 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 اتكررت مرتين ثلاثه في موسم واحد، يعني نفس اللاعب عمل كده مرتين ثلاثه، لا يبقى النهارده اقدر بقى اخلص العقوبات. صح كابتن علي، فرصه جميله ان انت موجود معانا، طمنا على نادي الاسماعيلي، امتى نادي الاسماعيلي يخش بقى ينافس تاني زي ما كان موجود يا كابتن؟ والله يا كابتن مصطفى مش عايز اقول لك كم المشاكل برضه كتيره، لانه يعني اولا طبعا يعني حته العداله في توزيع كده، احنا ما عندناش يا كابتن مصطفى دخل بسيط قوي النادي الاسماعيلي، فمش معقوله النهارده يبقى دخل يبقى زي زمان وزي من 10 سنين فاتت، والدنيا بتتغير وارقام اللعيبه النهارده بتتغير، ارقام اللعيبه النهارده هتظل انت تكافح عشان ما تنزلش، وهتظل بقى انديه الشركات والانديه هي اللي راكبه وهي اللي بتنافس على البطولات، لان غير مقبوله ابدا ان النهارده نادي عمره 100 سنه الاتحاد والمصري والاسماعيلي وانديه ثانيه المحله والصوان وكده، غير مقبوله ان انديه عريقه يبقى اساويها بالانديه اللي لسه طالعه، وخصوصا الانديه غنيه. يعني انت بتدي لي زي يعني معقوله تدي له فلوس زي زيه؟ لا
وبعدين انا مفرخه للمنتخب، الاسماعيلي مفرخه بعد الاهلي والزمالك، الاسماعيلي مفرخه عاوز كلام. مش عاوز كلام. وعندك اعداد كبيره من مش عايز اعدهم لك، لعيبه لعبوا لمنتخب مصر منهم النهارده حجازي، السولية، ابو عبد الله سعيد، احمد فتحي، حسني عبد ربه، احمد عبد الله، قلنا حمص، يعني في اعداد كبيره جدا من ده الايام دي وقبلهم وقبلهم وقبلهم. يعني احنا وانا بلعب والكابتن هشام كنا من الاسماعيلي حوالي اربعه في الملعب اكيد، كان الله يرحمه كابتن ميمي درويش، كان كابتن حسن مختار، كنت انا وسيد عبد الرازق، وساعات كان بيتضمننا ابو امين، كان بيتضمننا حسن درويش، فكنا بنبقى خمسه بيلعبوا في الملعب. فالنهارده انا مفرخه للمنتخب، فين يعني لازم اتعامل معامله تتناسب بقى مع الاسعار بتاعت دلوقتي عشان ما اتدينش لده، ومش قادر ادي اللعيبه الفلوس. لعيبه بتلعب يا كابتن مصطفى وبتلعب ماتشات صعبه جدا اخر 3 4 شهور ما خدوش مليم، وانا نفسيا كنت بلم فلوس عشان اجيب لهم مكافئات. ما ينفعش يوصل الاسماعيلي كده، ما ينفعش يتساب كده. ربنا علي. انا متفق معاك ان الانديه الجماهيريه اللي ابتدت تنقرض النهارده من الساحه اللي هي الجمهور وراها في الملاعب، لازم تبقى في دراسه من قبل الاتحاد المصري ومن قبل الدوله ووزاره الشباب كيفيه تطوير الدعم المالي لهذه الانديه. انما ما اقدرش اسيبها واسويها بانديه كبيره، انديه شركات او امكانيات زي الاهلي او الزمالك. لازم يبقى في اسلوب وصندوق لدعم هذه الانديه، لان ما ينفعش الانديه دي تختفي من الساحه. كفايه النهارده ان نادي المحله نزل. محافظات يا كابتن هشام، المحافظات هي دي دورها. الاسماعيلي في الاسماعيليه، بتقول المصري في بورسعيد، الاتحاد في اسكندريه، المحله في المحله، اسوان، كلها انديه ليها جماهير. كابتن علي احنا سعداء بوجودك، ويمكن انت فتحت لنا الحاجات كتيره جدا. وانا زي ما قلت لحضرات الساده المشاهدين ان انا هعمل حلقه كامله فيها كل النجوم كلها، ونتكلم لرفع مستوى الكره المصريه وايه اللي المفروض القرارات اللي تتاخد، ومفروض زي ما بتقال هشام ده بيتكلم عن التحكيم وبيتكلم على كل الحاجات المحيطه بكره القدم المصريه. الحقوا الانديه زي الاسماعيلي، زي ما الترسانه راح اهو مش عارف يطلع، الاولمبي، فرق كبيره جدا. فانا بشكرك يا كابتن علي على تواجدك معانا. وانا بشكرك يا علي على الكلام الجميل اللي انت قلته، عشان خليتني اعمل مداخله مع هشام، بقالي مده وشتوش، وفي نفس الوقت طرحنا مواضيع مهمه جدا والله يا كابتن مصطفى. طبعا يا كابتن، انت مواضيع في غايه الاهميه، وربنا يعينك على المهمه اللي انت فيها، واحنا كلنا معاك. ان شاء الله يعود نادي الاسماعيلي مره ثانيه. تعيش يا كابتن مصطفى. كتر خيرك يا كابتن، مع سلامه الله. موضوعات محتاجه حلقات، والكلام ده احنا بنقوله عندنا هنا في قناه النادي الاهلي، احنا لا مع حد ولا ضد حد، بس في حاجات الكره المصريه بوتو دار خطا، لان المفروض عشان اللي يدير المكان ده